والمبادرات كمان بقى لو هنعلق على هذا الخبر، لا المبادرات كتيره جدا، يعني مبادرات سياده الرئيس كمان تحديدا كتيره جدا، ويمكن احنا رايحين لمبادره تانية بس هي الهدف منها بقى تخفيف العبء عن المواطن. يعني ازاي ممكن المواطن ان هو الى حد ما الناس تكون حاسه ان الدوله بتهتم بيها، ازاي البني ادم يحس ان كمان المنتج المحلي موجود ومش موجود بس، موجود باسعار مخفضه للمواطنين. مبادرة ما يغلاش عليك دي مبادرة أطلقها سيادة الرئيس، ودي هدفها تشجيع المنتج المحلي وكمان تحفيز الاستهلاك بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكي. زي ما كنا بنقول الهدف من المبادرة توفير السلع الضرورية للمواطنين بس بأسعار مخفضة، وكمان دعم هيكون هنا للمواطن بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية، ده لو اشترى بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة. فأعتقد ده يعني أو دي مبادرة كويسة جدا. احنا دايما كنا دي حاجة محترمة جدا بالزبط. والناس في التوقيت اللي احنا فيه بصفة خاصة، وخصوصا برضو استكمالا اللي كلامنا على كورونا وما كورونا، انت عارفة كورونا كان ليها انعكاسات سلبية كتير جدا في مجالات كتير، وللأسف في ناس صحيح. كتير فقدت وظائفها، وفي ناس كتير الدخل بتاعها قل بنسبة 50-60 يمكن 80-90% كمان. فدي حاجة في منتهى الاحترام، والناس فعلا في أمس الحاجة ليها.